السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهي معزوزي، يعني فيستا في السماء، وين رجع يعني ينتقد في كسموه اكسس اللي قال لهم وقيل انا ما شفتهاش، قال لهم ربعة 2-1 كيما الاخر الاسباني مسيلمة الكذاب نهار اللي قال لهم 4-2 4-2-1. يعني فماك ما سمعوهاش. اليوم شاهدنا معطاوي في حصة يجيب لنا في التاريخ تاعه، يهودي خاصني التاريخ تاعك، التاريخ تاعك كنت شونتير، يعني ما قريب بصح كنت شونتير. هذه هي ما خصناش حنا والناس خارج على بالك شكون مستفادي صحاب الفتنة، يعني راوي راه ذاك كيسموه خرج فريد معطاوي يقصف رفيق واحد بهدلوا، جابنا قاع التاريخ تاعو. وانت شكون اللي طهر لك فريد معطاوي؟ قلنا شكون اللي طهر لك فريد في الطهاره في الختامه تاعك؟ شكون اللي اختاله تاع؟ قلنا شو الطهاره، شكون اللي كانت قابله نهار اللي بغيت تزيد؟ قلنا شكون اللي ضربك مي كنت صغير؟ شكون اللي كان يقاودك مي كنت صغير؟ قلنا اللي عرفتهم وما جاوش في العرس تاعك فانيك. قنوات تلفزيونيه، هذه القنوات، هذو زيكو، هذو زيكو كاع زيكو كاع زيكو هذو. الحمد لله يا ربي كنت نحارب فيهم وحدي، وين لحقت 132 صحافي مرتزق داروا عارضة ضد شوبير وشكاو بيا. الحمد لله يا ربي، أنا كنت نهضر في الحقيقة، هذا مكان مراسلين أخرى. نشهد حاجة واحدة برك، حية واحدة برك، شو هذو الإعلاميين؟ نشهد واحدة حاجة برك، كامل مهوي قال لهم لا ما نشكيش، نعلم بالي بها، والآخرين كاع بدو نكاويهم. خلينا قلع رفيق واحد رضا عباس، لا يعني بزاف هاك مناور، هذاك ياسين مناور بن مناور، بزاف كاين بزاف ناس نهدر عليه وخدا اخرين. العودة إلى النقاشات الإعلامية السابقة في برامج تلفزيونية احترافية في حوار أم تصفية حسابات، هذه تصفية حسابات، حنا راهو قاعدين نشوفو في تصفية حسابات. ضرب رفيق واحد كي رد على معطاوي يعني كثر على اللي وصاوه. انا ضرب معطاوي قارع لك تعطينا ادله باللي وليد صادي ما يمثلش الجزائر. انا ضرب قارع المعطاوي يعني كيما راني قارع الملف طريلون، راني قارع قاسامة يتعاقب من الفيفا يعيطولو نسمعو شكاين قاسامة، راني قارع للماتش يتعاود، راني قارع يعني بزاف صوالح. فهاديك دروك نزيد معاها معطاوي، مصطفى معزوزي يعني هو اللي استقبل ديزونسيا جوار في لاصال تاع في قاعة الحفلات تاع الأعراس تاع موسى صايب، يعني ويبين في روحو الصادي باللي راني قايم بيها ومنها كاين بزاف صوالح ما نهدرهمش خلي يجي وقتهم. يعني شاهدنا في الآونة الأخيرة أصبح من الشائع في برامج تلفزيونية العودة إلى ما قبل يعني في حصص إعلامية سابقة وفتح النقاش حوله والرد على الآراء والخلفيات المطروحة، وخاصة في الإعلام الرياضي يطرح سؤال هنا حول مدى احترافية هذا الأسلوب في الحوار الإعلامي، وهل هو نوع من التواصل بناء أم محاولة لجذب الانتباه وزيادة نسبة المشاهدة في لمسات من التوافق أو ربما المصادفة. ويظهر كل من الإعلاميين، يعني شاهدناهم هذا مصطفى معزوزي، هذا هذاك اللي كان يجي هذاك يسموه بن عامر وقيله كان يجي، حاجه يقول لك داروا مؤامره
كانوا مع الطاوية وكاع الناس هذو ذاك رفيق كيسموه مؤمن أيت قاسي بالقايد يبكي الصوالح كانوا يجوا يعني يعني شو كيفاش يعني قميصان باللون يعني البني وبدون يعني ويبدو أن الأمر كما أن لو أن البني أصبح لون جدال بينما شاهدنا لبسه تاع معطاوي يعني كيدير البني ويدير الأسود بينما مما يدفع المتتبعين للتساؤل هل اللون البني هو رمز للحيادية في النقاش أم هو لون تركة ثقيلة والتي يحملها كل من هذا الإعلاميين ومن ناحية الإيجابية يمكن أن تكون العودة إلى ما قبل يعني في الحصص الأخرى وسيلة فعالة لتعزيز الحوار البناء حيث الحوار البناء حيث تساهم في إثراء النقاش وتقديم وجهة نظر متعددة حول قضية معينة هذا النوع من التفاعل يمكن أن تكون فرصة للمحللين توضيح أفكارهم وتصحيح سوء الفهم المحتمل كما يعطي فرصة للتكامل بين مختلف الأطراف الإعلامية مما يعزز يعني التعديلات كثيرة هنا ناس وين صبحوا مساكين يعني يجوا يصفوا حساباتهم واحد كل واحد وكيف ما فهمناش علاه صايك راح ديك الشعباوية راكم عايشين بالشعباوية يجي معطاوي مرسوم عنده مشاهدة تاعك سيب أنا بقى الهضرة تاعكم أنا قلت لكم شتا كيفاش ديجا ما كانش دراما صايك يعني كانوا يقولوا كانوا هذوك اللي كانوا مسائل في تحطيم كرة القدم الجزائرية من 2017 كانوا يشوفوا في ناس باللي كي تعطي الدراما غادي يكون مؤثر وغادي يأثر غادي من وراه كانوا هادو مساكين لكن من ناحية أخرى قد يكون هذه الممارسات غير أخلاق احترافية إذ تم استخدامها كوسيلة لانتقاد الآخرين بأسلوب غير موضوعي مثل هذا النوع من التفاعل يمكن أن يؤدي إلى صراعات بين الإعلاميين ويضر بالمهنة الإعلامية ويزيد من حدة الانقسامات بين المتهمين بالإعلام الرياضي يعتبر النقاش دائر بين يعني هذا تدرك أكسس قال كاد دو أن انت تخرج تاع معزوزي شادك عنده هضر عليك قال معزوزي ما قالش معزوزي اكسس قال معزوزي باش ديروا بها الباز وصايك تاع باز بعد يخرجوا هذوك تاع اصحاب اللي حوسوا على الاخرى يدوك مصاو كيما هكا معزوزي يقصف بهدل اكسس معطاوي يا رد هذه مركبه عليك الحمد لله حاجه اللي كنا كارهين منها قلعها المدرب فلاديمير قلعها يعني تاع المدرب يقصف المدرب قال له ما تاكلش المسكه المدرب قال له صونات المدرب قال له كاس الكين سوا قار على التيره انتقد القائمه بصح في التيره يودرها لك يودر لك البوصله في التيره يودر لك البوصله انا اقول لك التيره يخلط لك البوصله يخلطها لك هذه متالي ولدي خويا الموصله غير ولي على بالك انت تشوف تحاليل قويه تقول تحاليل قويه تصيب كمال ما هو يديرو كيما هكا مدرب مع ما يعرفش لافريك يا ودي انا هضر لي تحاليل تاع كاش كي لعبوا نتوما كتقولوا تحاليل معطاوي منا حصه فوت 100% يا ودي هضر تحاليل انا نشوف باللي كيسموه حسين جنات كيقول لك نقاش رياضي ما شاء الله تجي يزيد 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 هذاك كيجي كيقول لك بلي نقاش يعني يعطيك تستغل من عنده رفيق واحد كيبدا يهضر لك على القوانين تستغل من عنده تدي تتعلم اي بصح انت تيجي انت يا هذاك معطاوي تيقول لك اودي هذه الكلمه هاو الناس علاه راه خرج رد عليك رفيق واحد هاودي عيب عليك هاو انت تخرج تقول له بلي تروح تساند في تونسي وتطيح من القيمه تاع ود بلادك يا معطاوي
ومن بعد تغيضك تجي تعطينا التاريخ. قلنا شكون اللي عرفته وما جاش في عرسك؟ قلنا شكون اللي طهر لك؟ يا مالك قلنا وين العرس اللي عرضوكم ارواح ثلاث؟ ايه عقلية هذه؟ ماشي عقلية هذه كاع. او انت جاي ضد ود بلادك مي رد عليه قال لك حشم. حشم قال لك انا الشيطان. وانت يا مطلق انت شكون كاع؟ امالك